بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقه جديده من برنامج الترند حلقه نهايه الاسبوع وبالتاكيد السوشيال ميديا الكل منتظر يشوف المرحله اللي جايه امبارح الحمد لله اتكلمنا في بعض النقاط المهمه جدا وللقه يعني رد فعل ايجابي من كل متابعي السوشيال ميديا بخصوص المرحله اللي جايه بالنسبه للفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي واعي وجمهور النادي الاهلي عارف كويس قوي مصلحه فريقه، وبالتالي النهارده هنك... عندنا كمان بعض التفاصيل المهمه اللي هنتكلم عليها بخصوص المرحله اللي جايه، حلقه فيها كواليس وتفاصيل وهنطلع بعض الامور كده اللي موجوده في السوشيال ميديا بخصوص مستقبل الاهلي في الفتره اللي جايه، وكمان ايه اللي هيحصل في مسابقه الدوري العام بالنسبه للموسم القادم، وبعض التفاصيل النهارده اللي هنعرضها من خلال برنامج الترند، لكن بسرعه نبدا حلقتنا بسؤال حلقه اليوم، وسؤال حلقه النهارده هل تتوقع تطور منظومه التحكيم المصري الموسم المقبل؟ خاصه بعد تولي مارك لاتنبرج مسؤوليه الاشراف على لجنه الحكام. شاركوا معنا عبر صفحات القناه عبر السوشيال ميديا صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم. طيب دي جزئيه مهمه جدا واكيد كمان هنستعرض موضوع التحكيم النهارده في فقره ترند الترند لكن خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. في ترند الاهلي اجتماعات مستمره في الاهلي استعدادا للموسم الجديد. وفي الترند المحلي رابطه الانديه تجتمع بالتشكيل الجديد غدا. وفي الترند العالمي تخل يرحل عن تشيلسي. استعراض مباريات اليوم النهارده اليوم التالي والجوله الثانيه من مباريات المجموعه الـ كل مجموعات دوري ابطال اوروبا وامبارح كان في حوالي 8 مباريات كلها كانت مباريات قويه النهارده ايضا كمان في مباريات اخرى ودي الجوله الاولى لكن طبعا بتتلعب على مرحلتين او على مدار يومين الساعه 7 الا ربع النهارده في مباراتين في توقيت واحد أيكس امستردام بطل هولندا هيواجه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ايضا الساعه 7 الا ربع انترخت فرانكفورت بطل المانيا هيواجه سبورتنج لشبونه الساعة التاسعة من مساء اليوم النهاردة في ست مباريات في توقيت واحد طبعا مباراة قمة ومباراة مهمة جدا نابولي هيستضيف ليفربول أتلتيكو مدريد هيستضيف بورتو كلوب بروج هيستضيف باير ليفركوزن برشلونة هيستضيف فيكتوريا بليزن انتر ميلان هيستضيف باير ميونخ طبعا مباراة مثيرة ومهمة جدا توتنهام هوتسي بير في الختام هيستضيف النهارده مارسيليا الساعه التاسعه ايضا من مساء اليوم مباراه قويه ورجعنا من جديد لمباريات المتعة والإثارة في الدوريات الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا أعظم مسابقة في القارة الأوروبية بل بالعكس يمكن تأتي أهميتها بعد كأس العالم طيب قبل ما أطلع لفاصل النهاردة عيد ميلاد الاثنين من نجوم النادي الأهلي كابتن ربيع ياسين والكابتن محمد بركات كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم متألقين كل واحد خد الكارير بتاعه كابتن محمد بركات في اتحاد الكورة كابتن ربيع ياسين مدير فني مخضرم في العديد من المنتخبات الفترة الأخيرة الشباب والناشئين وحاليا مدير فني لفريق أسوان. كل سنة وأنت طيب يا كابتن ربيع، كل سنة وأنت طيب يا كتة. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ فقرة ترند الترند اللي فيها أخبار وكواليس مهمة جدا. أهلا بحضراتكم من جديد. عندي ثلاث موضوعات مهمين جدا. طبعا في موضوعين بالتأكيد لازم أكمل فيهم لأن إمبارح اتكلمت فيهم بشكل مباشر وواضح وصريح. ابرزهم الحديث عن المرحلة القادمة في النادي الاهلي. زي ما قلت في بداية الحلقة دايما جمهور النادي الاهلي واعي ودايما جمهور النادي الاهلي بيعرف يستقبل الرسائل بشكل موضوعي. الاعلام هو عبارة عن حاجتين فكر ووعي. دور الاعلام لما بيكون كمان تحديدا الاعلام الرياضي بيقدم فكرة وبيتكلم عشان يبقى فيه وعي لكل السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان الوعي اللي امبارح اللي كنت قاصد ان اتكلم فيه ان جمهور النادي الاهلي لازم لما يستنى خبر متعلق بالمرحله اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي يستنى الخبر الرسمي اللي هو هيبقى من خلال الموقع الرسمي المركز الاعلامي قناه النادي الرسميه والحمد لله امبارح يمكن في ردود فعل ايجابيه كتير جدا على اللي قلناه امبارح بخصوص المرحله اللي جايه ليه باكد على ده وعايز اضيف عليه كمان حاجات تانية لان لغايه اللحظه دي زي ما انتم شفتوا لسه الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي مين المدير الفني مين الصفقات اللي هيتم اعلانها الفتره اللي جايه كل ده باذن الله ان شاء الله خلال الساعات او خلال يعني خلال الايام القادمه او الايام القليله القادمه او الساعات القادمه ولكن الفكره بالنسبه لي وهي متعلقه بالوعي في ايه ما فيش نادي في العالم هيطلع يقولك انا هتعاقد مع مدير فني عالمي او انا هجيب افضل مدير فني في العالم كل نادي بيحدد احتياجاته طبقا لرؤيته الفنيه بخصوص المرحله القادمه ما في نادي في العالم انا حتى النهارده تشيلسي لما اقال تخل بعد اول مباراه في دوري ابطال اوروبا وحوالي اربع خمس مباريات في الدوري الانجليزي ما شفتش تشيلسي بعد اقاله تخل ان احنا بنفكر في التعاقد مع مدير فني عالمي ما حدش بيقول كده بس انا ليه بركز على حته الوعي لان في ناس بتحاول تستغل اي مرحله ممكن النادي الاهلي يكون مقبل عليها في التعاقد مع مدرب او الاعلان عن صفقه ويكتب لك تفاصيل او مفاهيم يخليك تتصور مثلا يعني ان زين الدين زيدان هيجي يشتغل في مصر او تتخيل مثلا ان ممكن جوارديولا ممكن يجي يشتغل في افريقيا ما بتتحسبش كده وعمر النادي الاهلي ما تعاقد مع مدرب واعلن وقال ان انا جايب مدرب بناء على انه من اعظم مدربين العالم ما بتتحسبش كده الاهلي بيحسبها حسب رؤيته الفنيه واحتياجاته ومتطلبات المرحله اللي هو فيها وبالتالي بتبقى تجربه ربنا بيكرمك ان شاء الله وبتنجح وفي بعض الاحيان ممكن ما يكونش في توفيق وما تنجحش وده بيحصل في العالم كله هو حد كان يتخيل ان تشيلسي يعلن اقاله توخل بعد اول مباراه في دوري ابطال اوروبا محدش كان يتخيل ده هل حد يتخيل دلوقتي ان في مفاوضات مع بعض المدربين ممكن يجي يشتغلوا في الدوري الانجليزي بعد اسبوعين ثلاثه من بدايه المسابقه محدش حسب ده قبل كده ولا حد شاف ده قبل كده ولكن هي الفكره في ايه الاهلي لما تعاقد مع مارتينيول لم يوفق لما تعاقد مع رينيه فايلر نجح، لما جاب مانويل جوزيه في 2001 ما كانش محقق كل البطولات اللي حققها مع الاهلي بعد كده، فبالتالي هي الفكره مش الاسم الكبير، حتى بيتسو موسيماني لما جه اشتغل الناس ما كانتش متخيله انه مدرب افريقي ممكن ينجح مع الاهلي، ومع ذلك نجح وحقق ارقام وبطولات قياسيه في ظرف 20 شهر، يعني بنتكلم في اقل من سنتين، يبقى فكره ان حد ايا كان هو مين سواء زميل اعلامي او لاعب كره سابق يطلع يقول لك مدرب عالمي مفاجاه مدويه ده عايز يشتغل على فكره انت وعيك هيوصل لغايه فين سقف الطموح بالنسبه لك هتستقبل الخبر الرسمي ازاي دي النقطه اللي عايز اشرحها لجمهور النادي الاهلي وقت ما تعاقد الاهلي مع بيتسو موسيماني شفت ردود الافعال كانت عامله ازاي مدرب افريقيا يتولى تدريب الاهلي هينجح ازاي نجح وكسر الدنيا مع الفريق ريني فايلر لما تولى مسؤوليه الاهلي الكل قالك والله انا فاكر يومها التعليقات اللي كانت على صفحه رسميه مين ازاي تاريخه ايه ايه السيره الذاتيه الراجل كان محقق بطوله الدوري البلجيكي مع اندرلخت لكن لما جه مع الاهلي شفنا الكوره بقت عامله ازاي جوه الاهلي وشفنا الماتشات الاهلي بيلعبها ازاي وكسبنا سان داونز والطفره الفنيه اللي حصلت في فرقه الاهلي في التوقيت ده يبقى فايلر اضاف ولا ما اضافش هل السيره الذاتيه هي اللي نجحت فايلر ولا شغل فايلر هو اللي نجحه هل السيرة الذاتية اللي نجحت بيتسو موسيماني ولا الشغل هو اللي نجحه؟ نفس الأمر بيتعلق برضه بمانويل جوزيه في أعظم فترة تولى فيها تدريب النادي الأهلي. وفي نفس التوقيت جه مدربين اسم كبير جدا مارتن يول من أكبر المدربين اللي اشتغلوا في الدوري الإنجليزي، راجل اشتغل مع توتنهام فترة كبيرة جدا، جه واشتغل في مصر ومع النادي الأهلي ما نجاحات. في مدرب كان ماسك بيراميدز في فترة سابقة كسب تشيلسي امبارح في دوري أبطال أوروبا. كسب تشيلسي امبارح في دوري ابطال اوروبا المدرب ده مشي من بيراميدز بسبب سوء النتائج الفكره يا جماعه مش بالاسامي وبالسير الذاتيه عشان ما حدش يخلق في اطار كده مش صح انا واثق جدا ان جمهور النادي الاهلي واعي واثق جدا ان جمهور النادي الاهلي اصبح بيعرف يفلتر اي بوست او اي تويتر او اي تصريح لاي لاعب كره سابق وهو بيتكلم على فكره اختيار المدربين الناس بقت واعيه والناس بقت فاهمه والفتره الاخيره انا شايف في يعني لحمه جماهيريه كبيره جدا من جماهير الاهلي حول النادي ومع الفريق ومع الاداره الفتره اللي جايه وبالتالي الوعي اللي احنا نكمل على نفس المنهج اللي اتكلمنا عليه امبارح اول ما يتم التعاقد بشكل رسمي النادي الاهلي هيعلن اول ما يكون في اختيار لمدرب الكل يدعم الاختيار في الفتره اللي جايه لانه بالمناسبه هي التجربه هتلعب عدد من المباريات عمرك ما هتقيمها من اول ما يتم الاعلان عن المدرب بشكل رسمي، هتبص على السيره الذاتيه وتشوف اشتغل فين وكسب ايه وعمل ايه، انا لسه شارح لك ايه اللي حصل مع جوزيه وايه اللي حصل مع فايلر وايه اللي حصل مع موسيماني، على فكره لو معايا دلوقتي قايمه اسماء المدربين اللي اشتغلوا في الاهلي عندي امثله كتير بنفس المعنى، وبالتالي جمهور النادي الاهلي ودورنا احنا كاعلام نطرح الفكره ونوصل للجمهور لمرحله انه يكون واعي بشكل كبير جدا لما يطرح من خلال بعض الاعلاميين او بعض لاعبي الكره السابقين اللي بيتكلم على بعض الطموحات وهو بالمناسبه يعني برضه انت لما تيجي تفكر فيها هو لو نجم سابق اهلاوي ممكن تتقبل منه يقولك ايه مدير فني علامه هيتولى تدريب الاهلي والجمهور ينبسط وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن لكن تتخيل انت الفكره جايه لك من واحد بيشجع فريق منافس يعني هل هو من جواه مثلا هيكون مبسوط ان يقول لك مدير فني عالمي؟ اكيد يعني انت اكيد فاهم التفاصيل اللي إن انا عايز اقولها لك ما بين السطور يعني. فبالتالي استنى الاداره بتشتغل والاجتماعات مستمره، والله العظيم الناس بتقعد يوميا مش اقل من اربع خمس ساعات عشان تشوف المرحله الجايه هيشتغلوا عليها ازاي. الفكره مش في مدرب بس. الكوره دلوقتي ما بقتش مدرب بس، مدرب ولعيبه ومعسكرات وفتره اعداد واعداد قايمه ومراسلات رايحه جايه، حاجات كتير جدا. لان في النهايه استثمار وفي نفس الوقت الاهلي بيلعب على البطولات انا قلتها قبل كده الاهلي تاني تالت عاشر ما بتفرقش معاه اذا ما فسب المركز بالمركز الاول بالنسبه له الموسم ده خلاص اكنه ما حاجه لا يفرق معاه وصيف ولا تالت ولا رابع ولا عاشر عمر الاهلي اصلا ما طلع قال انا على مدار ست سنين في بطوله الدوري انا وصيف لا الاهلي بيتكلم انا في 42 مره او في 42 سنه خدت بطوله الدوري بس ما بنقولش اللي بعد كده ده تاريخ الاهلي ودي بطولات الاهلي وده جمهور الاهلي اللي احنا دايما بنحب يبقى في حلقه وصل مباشره كده بنتكلم معاه عن كل ما يدار داخل النادي الاهلي خلال الساعات اللي جايه باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي هيحدد كل الملامح الخاصه بالموسم الجديد خاصه ان خلاص الفريق بنتكلم على يوم الاحد بالكثير ان شاء الله هيرجع للتدريبات ويبدا الاستعداد للموسم القادم باذن الله اتمنى تكون رسالتي وصلت وانا واثق ان اللي اتقال النهارده مع اللي اتقال امبارح اكيد الجمهور فاهم وواعي جدا ايه اللي احنا عايزين نوصله لكل الجماهير في كل مكان الجزئيه الثانيه بما اننا بنتكلم بقى على الاحصائيات لان الفتره الاخيره احنا بنشوف احصائيات يعني غير منطقيه ومش مفهومه وبتتعمل كده يعني من الهوى يقولك مثلا ايه في 10 ماتشات كسبت تسعه خسرت مباراه ما حدش بيعمل احصائيه كده يعني الاحصائيات يا اما تتعمل على سيزون كامل على مدرب تولى مسؤوليه دور كامل على فتره حقبه زمنيه 25 سنه او 30 سنه دي الاحصائيه النهارده احد الاعلاميين والصحفيين الكبار اللي موجودين في اغانا وهو صحفي مهتم جدا بشؤون كره القدم الافريقيه ودايما حريص على كل الاخبار الخاصه بالكره الافريقيه ومهتم ايضا كمان بمسابقات الانديه الافريقيه قدامكم اكيد الاكونت الرسمي بتاعه على تويتر نوح ادم صحفي غاني معروف لكل الصحفيين او كل الناس اللي موجوده من خلال السوشيال ميديا النهارده اتكلم على احصائيه اتعملت بخصوص تصنيف الانديه في المسابقات الافريقيه خلال السنوات السابقه تحديدا بعد تعديل نظام المسابقات، بمعنى اول ما بتخلص دور المجموعات وبتروح لمرحله النوك اوت خروج المغلوب بيشوف مين الفرق او مين الفريق اللي قدر يعمل نتائج مميزه في مرحله النوك اوت سواء بالنسبه لدور الابطال او كاس الكونفدراليه، هو لما شرح الاحصائيه قال لك دي احصائيه على نتائج الانديه في المسابقات الافريقيه في مرحله خروج المغلوب اللي هو الدور الثاني وكأس الاتحاد الافريقي منذ عام 2009 مين اللي ظهر او طلع في المركز الاول النادي الاهلي المصري كالعاده النادي الاهلي بيغرد منفردا النادي الاهلي رقم واحد في هذه الاحصائيه على مدار اكثر من حوالي 22 او 23 سنه في مرحله النوك لكل المسابقات الافريقيه اعلى رصيد من النقاط النادي الاهلي يليه الوداد المغربي ثم الترجي التونسي الرجاء المغربي، مامولي دي سان داونز بطل جنوب افريقيا، بترو لواندا بطل انجولا، شباب بلوزداد، تي بي مازيمبي، سيمبا التنزاني، نهضه بركان وفاق ستيف، ثم في المركز ال 12 ياتي الزمالك، بيراميدز في المركز ال 13، الهلال السوداني في المركز ال 14، ثم المريخ اورلاندو بايرتس، شباب القبايل، حريه كوناكري، القطن الكاميروني، النجم الساحلي، الاهلي طرابلس اتوهي بطل الكونغو الاتحاد الليبي الصفاقسي نوازيبو بطل بروتانيا موريتانيا استاد مالي زاناكو الزامبي انيمبا نيجيري، المصري في المركز 29 واخيرا اسك ميموزا اللي بالتاكيد بعيد تماما منذ سنوات عن مراحل خروج المغلوب اسك ميموزا يمكن في فتره كده وصل لمراحل مجموعات لكن ما بيكملش وبالتالي الاحصائيه دي بتقول ان النادي الاهلي دائما وابدا متربع على عرش القاره الافريقيه في جميع الاحصائيات سواء الرسميه او حتى غير الرسميه اللي بعض الزملاء الاعلاميين في القاره الافريقيه بيجتهدوا وبينشروها من خلال حساباتهم الرسميه. بالمناسبه احنا بنتكلم على الكره الافريقيه الاتحاد الافريقي اعلن بشكل رسمي مواعيد مرحله الدور التمهيدي الاول، يمكن طبعا بيهمنا الفريق اللي هيواجهه الاهلي في الدور التمهيدي الثاني لكن اتحاد المونستير التونسي هيسافر ويلعب مع الجيش الرواندي يوم 10 تسعة يوم 10 تسعة يوم السبت اللي جاي باذن الله الاتحاد المانستيري التونسي هيلاعب الجيش الرواندي في رواندا الساعه 3 بتوقيت القاهره المباراة دي بالتاكيد هتكون محط اهتمام عشان نشوف نتيجتها مع لقاء العوده بعدها باسبوع من الفريق اللي هيكون مرشح لمواجهه الاهلي ان شاء الله في شهر 10 بالمناسبه كمان مباراه الزمالك اتاجلت وهتتلعب في الاجنده الدوليه بعد قرار الاتحاد الافريقي تاجيل هذه المباراه هتتلعب يوم 18 9 مع الكت سبور بطل تشاد الساعه خمسة بتوقيت القاهره في العاصمه الكاميرونيه ياوندي على ملعب احمدو اهوجو وده الخبر احنا كنا قلناه قبل كده ان المباراتين الزمالك في الذهاب والاياب هتتاجل وتتلعب في الاجنده الدوليه ليبقى السؤال هل جهاز المنتخب هيتم اعفاء لاعبي الزمالك من الاجنده الدوليه ده هنشوف في الساعات الجايه لغايه اللحظه دي اتحاد الكره ما قالش اي حاجه متعلقه بموقف اللاعبين الدوليين لسه عندي تفاصيل اكتر ولسه عندي موضوعات مهمه جدا ولكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الموضوع الثالث اللي كنت عايز اتكلم فيه وامبارح الحمد لله يمكن بدانا الكلام فيه يمكن احنا اول ناس نفتح الموضوع المتعلق بالقائمه الدوليه للحكام. بصوا يا جماعه الفتره اللي جايه ملف التحكيم اه تم توجيه الشكر للكابتن عصام عبد الفتاح ورحل ايضا السيد مراد لكن لسه في عدد من اعضاء اللجنه مستمرين حتى هذه اللحظه في لجنه الحكام وحتى هذه اللحظه لسه الاتحاد المصري ما خدش قرار بخصوص التشكيل الجديد للجنه الحكام احنا عندنا كواليس هنقولها وهنطلب من اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام يهتم بملف التحكيم خلال الفتره الجايه بخلاف موضوع المستحقات الماليه والحكام لهم مستحقات الكلام ده مش جديد الكلام ده احنا عارفينه من شهر 3 او 4 اللي فات اخر دفعه راحت للحكام كانت من حوالي 6 7 شهور فالحكام اصلا لهم مستحقات قديمه بس فكره كمان اصل الحكام ليهم مستحقات فبالتالي ما نحاسبهمش على المستوى ده كلام ما ينفعش يتقال اساسا يعني يعني بغض النظر انت لسه ما خدتش مستحقاتك بس اكيد بتشتغل فاي حد يطلع يقولك اصل الحكام ما خدتش مستحقاتها فبالتالي مستواها او يعني ما حدش يحاسبها على نتائج الماتشات ده كلام مش منطقي وما ينفعش يتقال هنفضل في ظهر الحكام عشان يفضلوا هم افضل حكام في افريقيا ونشوف بعد كده حكم مصري في كاس العالم ده دورنا وده هدفنا على فكره القصة بالنسبه لنا مش عشان الاهلي خسر ماتش او اي حاجه احنا دايما بندافع عن التحكيم ودفاعنا عن التحكيم جاب نتيجه ان تم توجيه الشكر واقاله رئيس اللجنه السابق وتم الاستجابه وتم التعاقد مع خبير اجنبي عشان يقود مسيره التحكيم الفتره اللي جايه ولكن ايه اللي بيحصل في التحكيم في ازمه امبارح اتكلمت فيها مع الكابتن نصر عباس وهي متعلقه بالقائمه الدوليه للحكام الموضوع ده عامل ازمه كبيره جدا لعدد كبير من الحكام الدوليين الكشف الطبي كان فيه أزمة ومشكلة المفروض بيروحوا يعملوا كشف طبي في المركز الطبي في استاد القاهرة سمعت إن هيعملوا في إحدى النقابات نقابة المهن الرياضية هيكون فيه أجهزة يتم الاستعانة بها ويعملوا كشف طبي مش عارف مدى صحة الكلام ده هيبقى صح ولا غلط ده ينفع ولا ما ينفعش معاد مع ال 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 الاختبار البدني اللي هو ال ال الورنر تيست اللياقة البدنية لما يتعمل هل هيبقى فيه فرصة للإعادة ولا لأ فكرة كمان بقى إن الكابتن عصام عبد الفتاح بصفته محاضر في الكاف أو محاضر دولي يشرف على الاختبار، دي بالنسبة لي كانت غريبة. يعني بالنسبة لي غريبة، ولو اتحاد الكورة جاله خطاب رسمي إن الكابتن عصام هو اللي هيشرف واتحاد الكورة سكت، ده ما ينفعش. يعني لا يجوز إن يكون رئيس اللجنة السابق اللي مشي وفي مشاكل بينه وبين عدد من الحكام الدوليين يشرف على اختبارات القائمة الدولية. أنا الآن من الكوتة العدد المخصص للحكام في مصر دولياً يقل. الان من كده احنا دايما لينا سبع حكام ساحه وسبع حكام مساعدين هل لو حصلت ازمه في الاختبارات وما الاسماء بشكل كامل او في ازمه قبل 25/9 هل العدد ممكن يقل؟ يبقى سته يبقى خمسه يبقى اربعه فقدنا عدد من القائمه الدوليه الله اعلم ما انا بتكلم عشان اتحاد الكوره ياخد باله من الازمه ديت الحاجه الثانيه كل المشاكل اللي بتحصل دي سببها مدير اللجنه الكابتن احمد ابو العلا ليه الكابتن احمد ابو العيله مستمر من اللجنه السابقه ليه ما تجيش ناس جديده يعني ليه ما تجيش ناس جديده تساعد مارك كلاتنبرج على مساله حكام الدور الممتاز اللي هو عايز يشتغل عليها بس يعني من ضمن الكواليس اللي جات لنا ان الراجل هيكون مسؤول عن حكام الدور الممتاز بس القسم الثاني والثالث يبقى مسؤوليه اطراف اخرى او حكام سابقين تانيين سمعت ان الكابتن سمير عثمان رفض اصلا ان يجي بالشكل ده كابتن ياسر عبد الرؤوف رفض الله اعلم تم عرض اي شيء على الكابتن جهاد جريشه ولا لا برضه ما فيش حاجه واضحه طب مين اللي هيكون مسؤول عن حكام القسم الثاني والثالث طب الكابتن مارك لاتنبرج هيكون مسؤول عن حكام الدوري هيختار مجموعه معينه هي اللي هتدير مباريات الدوري زي ما بيحصل في اوروبا على فكره يعني الدوري الانجليزي بيتم اداره مبارياتهم من خلال 20 او 30 حكم على مدار الموسم بيتكرروا على طول ما فيش غيرهم عشان دول اعلى كفاءه تحكيميه في الدوري الانجليزي ده هيتطبق طب مين اللي هيكون مساعد في اللجنه مين اللي هيكون مدير اللجنه بعد اخطاء ومشاكل المعسكرات الخاصه بالقائمه الدوليه والكشف الطبي ما ينفعش الكابتن احمد ابو العلا يستمر وفي نفس الوقت ما ينفعش اعضاء في اتحاد الكوره يدعموا ان سكرتير اللجنه او مدير اللجنه يكمل ما هو انت طالما خدت قرار بتوجيه الشكر للجنه السابقه تمشي كلها تمشي كلها اللي كان مسؤول عن التعيينات اللي كان مسؤول عن الفار اللي كان مسؤول عن رئاسه اللجنه يعني الكابتن عصام عبد الفتاح كابتن سيد مراد الكابتن احمد ابو العيله مش اتنين واتبقى الكابتن احمد ابو العيله ليه مكمل ليه يكمل ما انت اديت اختصاصات اداريه للكابتن تامر دري محاضر دولي وحكم سابق متميز وبيحظى يعني بحب واحترام من كل الحكام الدوليين اديله ملف كمدير اللجنه يكمل كمدير لجنة. ده يا جماعه انا بس عايز اقول للناس في اتحاد الكوره ده تم الاستعانه بالدكتور عزب حجاج عشان يشوفوا موضوع الكشف الطبي يتعمل فين شوف وصلت لفين وتم الاستعانه بمحمود ابو الرجال الحكم الدولي المساعد اللي هو لسه بيحكم يشوف موضوع الكشف الطبي يتعمل فين هل ينفع يكون في مدير لجنه مش عارف ينسق كل الامور دي وبيرجع لناس سواء حكم حالي يعني انت انت مديره بتطلب مساعدته في حاجه زي دي أم انت كمدير بتعمل ايه؟ حكم سابق او رئيس او سكرتير لجنه سابق بترجع له طب انت كمدير لجنه بتعمل ايه؟ طب الكابتن تامر دور خد اختصاصات اداريه مع الكابتن احمد ابو العيله طب هو مدير اللجنه مكمل ليه وليه في تواصل ما بين اعضاء الاتحاد مع مدير اللجنه ما تيجي ناس جديده ليه في اعضاء في الاتحاد بيدعموا استمرار مدير اللجنه احمد ابو العيله ما ينفعش يكمل بعد رحيل عصام عبد الفتاح والسيد مراد انا ملف التحكيم مش هسيبه لغايه لما تيجي ناس تستحق هذا المكان قبل بدايه الموسم كوارث الموسم الماضي واللي فات واللي قبله مش هتتكرر تاني ومش هنسمح بيها تاني ملف التحكيم مهم اتمنى من الاستاذ جمال علام يهتم بهذا الملف من اي تو زد من اوله لغايه اخره مستحقات الحكام تتاخد القائمه الدوليه تتعمل صح تيجي ناس جديده مع مارك كلاتنبرج خلال الفتره اللي جايه اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نبدا نشوف ترند الاهلي واللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الاهلي ايه خلال الساعات الاخيره واول حاجه معايا حساب في الجول الحساب الرسمي في الجول على تويتر قالوا لا تغيير في معسكر الاهلي رغم ازمه التاشيرات المسؤولين في الاهلي يعملون الان على انهاء اجراءات الحصول على التاشيرات في السفاره الهولنديه والعقبه الوحيده الان هي الحصول على تاشيرات الشنغن لدخول دول الاتحاد الاوروبي والخاصه ببعض اللاعبين الشباب وفي حال تعذر استخراجها فقد يتخلف بعضهم عن السفر دي بعض الاخبار المتعلقه بمعسكر هولندا وبالتاكيد مع نزول الفريق للتدريبات هنعرف كل الامور الاداريه الخاصه بسفر الفريق لهذا المعسكر. الوطن سبورت ايضا توجهت بسؤال الى مسؤولي الشركه المسؤوله عن اقامه المعسكر وقالوا هل تتسبب التاشيرات في الغاء معسكر الاهلي بهولندا؟ الشركه المنظمه تجيب. اجابت وقالت ننسق بشكل يومي مع الاهلي بشان تفاصيل المعسكر وجرى انهاء حجوزات السفر والاقامه والاهلي حاليا ينهي التاشيرات على عكس ما تردد بوجود ازمه في استخراجها. الاهلي منذ ثلاث سنوات استخرج تاشيرات معسكر اسبانيا في 48 ساعه فقط والاهلي سيكرر الامر لمعسكر هولندا دون ادنى مشكله وكل ما يثار غير صحيح على الاطلاق عمر نايل المسؤول عن الشركه المنظمه للمعسكر قال ان الكابتن سمير عدل مدير العلاقات العامه بالنادي يتواجد حاليا في السفاره الهولنديه من اجل استخراج تاشيرات سفر بعثه الاهلي استعدادا للسفر لهولندا منتصف شهر تسعة هنشوف خلال الفتره الجايه ان شاء الله القائمه اللي هيتم اختيارها من قبل الجهاز الفني واللي هتسافر الى هولندا لخوض معسكر الاعداد الوطن سبورت من خلال حسابها ايضا على تويتر نشروا ان الاهلي يقرر عوده ثلاث لاعبين من الاعاره قبل انطلاق الموسم الجديد هنا الكلام على محمد مغربي واتكلمنا امبارح على عوده مغربي وهو محترف يعني في نادي تباستي اتشيكي كمان في كلام على عوده احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري اللي كانوا بيلعبوا في صفوف سموحه طب حساب اليوم السابع بيتكلموا على الاهلي يفضل عوده محمد مغربي عن ضم صفقه دفاعيه الصيف الحالي امبارح اتكلمت باستفاضه على فكره عوده مغربي وازاي اتخذ القرار وكمان اكدنا على ان محمد مغربي لم يدلي باي تصريحات لان احد البرامج كده او احد الزملاء كان قال تصريحات على لسان محمد مغربي نفيناها شكلا وموضوعا محمد مغربي لم يدلي باي تصريحات ولم يعلق على مساله عودته لان قرار عودته هو قرار النادي الاهلي طبقا للاجراءات التعاقديه اللي تمت ما بين الاهلي والانديه التشيكيه اللي تم يعني اعاره عدد من لاعبي الاهلي في قطاع الناشئين في الفتره السابقه وبالتالي محمد مغربي ان شاء الله هتكون صفقه مهمه جدا كعائد للنادي الاهلي وكلنا عارفين لما شارك مع الاهلي في اول مباراه في كاس العالم للانديه في غياب اللاعبين الدوليين لعيبه الاهلي كان بتلعب في المنتخب والاهلي كان بيلعب كاس عالم انديه وقدر مغربي يظهر بشكل جيد لولا الاصابه كان ممكن يكمل مع الاهلي المباراه الثانيه والثالثه حتى ختام البطوله حساب المصري الرياضي وحساب المصري الرياضي ايضا على تويتر كتبوا ان الاهلي يحسم مصير عبد الحفيظ وامصان في الجهاز الفني الجديد المصري الرياضي قالوا ان لجنه التخطيط استقرت على استمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن سامي امصان المدرب المساعد بالاضافه الى عوده ميشيل يانكون لتولي تدريب حراس المرمى في التشكيل الجديد للجهاز الفني ننتظر ونرى وقت اعلان الجهاز الفني الذي سيقود الاهلي ستتحدد ملامح كل افراد الجهاز المعاون بدءا من مدير الكره حتى مدرب حراس المرمى لكن الفتره الاخيره كانت في اجتماعات حضرها الكابتن سيد وحضرها الكابتن سامي واكيد في برنامج للموسم القادم مع المدير الفني اللي هيتولى المسؤوليه خلال الساعات القليله القادم. طيب ريكاردو سواريش وده ابرز حاجه كانت موجوده في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. كلنا شفنا بعض الفبركه اللي كانت موجوده في السوشيال ميديا وتصريحات غير صحيحه ومفبركه لريكاردو سواريش. امبارح سواريش من خلال صفحته الرسميه على الفيسبوك كتب بوست قدامكم على الشاشه وقال بفخر كبير مثلت اكبر نادي افريقي، نادي القرن احد اشهر الانديه في العالم انه النادي الاهلي. العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة العاطفية وبكل تفاني وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء يشعرون أنهم قاموا بواجبهم مع هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب أضاف كمان سواريش قال إلا أنني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من مختلف الأقسام الذين كرسوا أنفسهم للعمل على الرغم من كل العقبات لقد كرمنا قميص النادي شكرا لكم جميعا النجاح هو ايضا العائله المكونه من جميع الرجال الذين شكلوا الفريق من الاكثر خبره الى اصغر الرجال العظماء الذين اسعدوني بالعمل معهم ولكن بشكل خاص هؤلاء الشباب الذين ساعدتهم في بدايتهم واريد ان اصفهم بالشجعان لان ما فعلوه في كل جلسه تدريبيه وما فعلوه في المباريات يكشف مدى احترافيتهم ويجب أن يسعد الأهلي بامتلاكه مجموعة قوية من الرجال، نحن لم نفز بالبطولات ولكننا فزنا بالاحترام والاحتراف والاعتراف باننا قدمنا كل شيء للأهلي، أتمنى التوفيق للنادي وأراكم يوما ما. قال عظيم ما ينفعش أعلق عليه الكلام معبر بشكل واضح وصريح. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند هنروح للترند المحلي ونشوف ايه اللي اتكتب برضو بخصوص الكره المحليه حساب يلا كوره من خلال الاكونت الرسمي ليها على تويتر نشره مصدر ليلا كوره اختيار خمس ممثلين للانديه في الرابطه المحترفه خلاص بنستعد للموسم الجديد رابطه الانديه بتضم سبع اعضاء تقوم الانديه باختيار خمسه منهم فيما يمثل اتحاد الكره عضوين المصدر ذكر في تصريحات ليلا كوره ان انديه الاتحاد والاسماعيلي والمحله سموحه فاركو السيراميكا اسوان البنك الاهلي بيراميدز فيوتشر مقاولين اختاروا احمد دياب ممثلا لهم فيما اختار الاهلي عماد متعب الزمالك اختار خالد رفعت المصري اختار شريف صالح وطلائع الجيش والحرس اختاروا اللواء ايهاب شعبان واتحاد الكره هيعلن خلال الساعات اللي جايه مين العضوين اللي هيكونوا من قبل الاتحاد والربطة هتعمل اول اجتماع ليها بكره الخميس ان شاء الله بشكل مباشر طب نتمنى التوفيق للرابطه ان شاء الله في الموسم الجديد الوطن الرياضي من خلال حسابها الرسمي ايضا بيتكلموا ان في 10 مليون جنيه هتنعش خزينه اتحاد الكره من وديه ماتش بلجيكا يمكن في ماتش ودي يوم 18 نوفمبر في الكويت ما بين مصر وبلجيكا بلجيكا بتستعد لكاس العالم والمباراه دي المفروض يعني في رقم هيدخل لخزنه اتحاد الكره بيقترب من حوالي 10 مليون جنيه نتمنى التوفيق للمنتخب مباراه واستعداد قوي جدا بلجيكا من المنتخبات المصنفه ودايما بتحافظ على صداره التصنيف والمنافسة المنافسه مع البرازيل. الصفحه الرسميه لليوم السابع قالت ان ميكالي يضع 50 لاعب في قائمه الاحتياط لمعسكر المنتخب الاولمبي يمكن في معسكر حاليا وفي خمسين لاعب في قائمه الاحتياط وهيبقى في ان شاء الله كمان استكمال باذن الله في 17 9 للمنتخب الاولمبي وده شيء كويس عندنا قاعده كبيره جدا في هذه المرحله السنيه لان المنتخب ده عنده مباريات رسميه ما فيش قريب جدا كمان شهرين في شهر عشرة ومباراه رسميه ايضا في شهر مارس ثم الدوره الاخيره اللي هتكون في المغرب. اليوم السابع وتصريح للكابتن محمد بركات عضو اتحاد الكوره والمشرف على المنتخب الاولمبي قال ان البرازيلي ميكالي جاي مصر عشان يحقق ميداليه في الاولمبيات وقال ان الراجل واخد الموضوع جد جدا وهو متابع تصريحاته. في معسكر حاليا للمنتخب الاولمبي والكابتن حتى الكابتن محمد بركات موجود مع الجهاز واللعيبه وقال ان المعسكر ماشي بشكل كويس جدا كما يريد المدرب. طيب نروح للصفحه الرسميه لبطولات على تويتر وفي تصريح لدكتور ايهاب الكومي عضو اتحاد الكره واللي بيقول نسعى لاقامه وديتين لمنتخب مصر الاولمبي امام الجزائر. نتمنى يكون في مباراة قويه الفتره الجايه عشان المنتخب ده اتاخر جدا او اتاخروا جدا في مرحله الاعداد. حساب بطولات بيقولوا خاص كلاتنبرج يتوجه بطلب الى اتحاد الكوره بشان مستحقات الحكام في الموسم الجديد. طيب هنا في شقين اولا دكتور ايهاب الكومي كان امبارح كان في تصريحات وقال ان في مستحقات متاخره هيتم صرفها خلال الاسبوع القادم لكل الحكام لكن في مساله ان كلاتنبرج من خلال بعض المصادر قالت انه هيطلب من اتحاد الكوره صرف المستحقات المعلومات اللي عندي ان كلاتنبرج قال لهم الموضوع ده مش دوري انا هبدا اتحاسب مع الحكام على الموسم الجديد اي مستحقات سابقه الحكام واللجنه اللي كانت موجوده قبلي هي اللي تتعامل مع اتحاد الكرة فالمعلومات اللي عندي ان كلاتنبرج ما طلبش من اتحاد الكرة يصرف مستحقات المتاخره الراجل قال للحكام لما طلبوه بصرف المستحقات قال لهم لا حاسبوني ابتداء من واحد تسعة من اول بدايه الموسم ان شاء الله في شهر 10 هبدا اتحاسب على ده والفلوس بتاعتكم هتتحول اول باول وفي موعدها طيب نروح كمان لاخر حاجه في الترند المحلي كوره بلس اتحاد الكوره حدد النهارده خلاص موعد قرعه دوري القسم الثاني واللي ان شاء الله تحدد ميعادها يوم 14 9 يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله هتكون الساعه 12 الظهر في مقر اتحاد الكوره واليوم ده هيكون موافق يوم 14 سبتمبر نروح للترند العالمي والنجم المصري محمد صلاح في البدايه معانا كالعاده جول مصر ومن خلال الاكونت الرسمي ليها على تويتر قالوا جائزة جديدة ينافس عليها الملك المصري. محمد صلاح ينافس دي براين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي والمقدمة من اتحاد شمال غرب انجلترا. طيب ده في الترند العالمي نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة هل تتوقعوا تطور لمنظومة التحكيم المصري خاصة بعد تولي كلاتنبرج مسؤولية الإشراف؟ أستاذ أحمد بيقول مساء الخير يا كابتن أنا من وجهة نظري إن كلاتنبرج من المباراتين اللي قادهم في نهاية الموسم كان أداء فوق المتوسط وأنا أتوقع أن منظومة التحكيم ستترقى كثيرا تحت يده. ماشي نروح كمان أسماء بتقول ما ينفعش تحكم قبل ما تشوف. معاكي في, في الرؤية دي نستنى لما نشوف السنة الجاية. أستاذ محمد مختار بيقول للأسف أظنها لن تنصلح إلا باستقلالها نهائيا عن اتحاد الكورة. ويكون ليها موارد خاصة مستقلة بطريقة أو بأخرى وجهة نظر موضوعية أستاذ عامر بيقول البدايات لكلاتنبرج مع نهايات الموسم توحي أن القادم أفضل ده غير أنه واضح أن الرجل شخصيته قوية وبإذن الله ما حدش يقدر يتدخل في قراراته أتمنى يكون معاه لجنة جديدة تساعده على ده أستاذ أحمد هواري بيقول نسبة بسيطة المشكلة في الحكام يعني شايف مش هتتطور قوي والمشكلة هتكون بسبب الحكام دي مجموعه من الاراء الخاصه بجزئيه هل تتوقع تطور المنظومه الفتره الجايه ولا لا؟ نتمنى التوفيق يا رب خلال الفتره اللي جايه للمنظومه بشكل عام وللنادي الاهلي في التحضير للموسم القادم اللي ان شاء الله هيكون بدايه الاستعدادات ليه اوائل الاسبوع اللي جاي نزول الفريق للتدريبات والاعلان عن كل شيء باذن الله بخصوص المرحله اللي جايه والقايمه المحليه والقايمه الافريقيه وباذن الله نستعيد البطولات اللي كنا بنحققها في فتره قريبه مش بعيده قوي، ان شاء الله نرجع لبطوله افريقيا والدوري زي ما احنا معودين جمهورنا في كل مكان، في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند، شكرا والى اللقاء.